نشرنا نتائج الرقابة للعام الدراسي الحالي، والحمد لله يعني كانت اليوم نتائج إيجابية وعلى جميع المستويات. بشكل عام طبعا لاحظنا تطور نوعي للطلبة المواطنين في موضوع التعليم المدارس الخاصة. في اليوم عندنا أكثر من 54% من المواطنين يحصلون تعليم جيد وأفضل مقارنة 9 سنوات. في تطور نوعي في الموضوع هذا، وأغلب كان راجع في التقرير لأولياء الأمور. اللي ساعد أولياء الأمور هذه وجود تقارير جهاز الرقابة على مدى 9 سنوات متتالية، أعطاهم معلومات نوعية وعلمية بدأوا يأخذون الإجراءات عليها. بالإضافة إلى اليوم إن في مدارس جديدة عندنا في إمارة دبي بدأت يعني تفتح بيبانها للمواطنين والعرب، فنوعا ما هذه التنافسية وجود المعلومات أدى لأن أولياء الأمور اليوم يأخذون القرارات بالنسبة لوين يودون عيالهم. الحمد لله زاد نطاق عدد الطلبة وزادت نطاقات المدارس التي تقدم هذا التعليم العالي في نوعيته وفي مستوى جودته. أيضا إذا ما تحدثنا عن جوانب أخرى تتعلق بالتلاحم الاجتماعي وعملية الدمج في التعليم، أيضا هذا الشوط قطعناه مع المدارس وقطعتها المدارس بأنفسها على تطوير الخدمات المقدمة للطلبة من أصحاب الهمم. على الجانب الآخر تطورت خيارات أولياء الأمور الإماراتيين، يحرصون الآن أكثر من السابق على قراءة تقارير الرقابة المدرسية ومعرفة ما هي جودة المدرسة ومستويات الجودة التي تقدمها.